هاي، معكم حياة ناظر. أنا اليوم بمركز الدفاع المدني مع الأبطال يلي دايما بيحطوا حياتهم بخطر وبيتطوعوا من كل قلبهم كرمال ينقذوا لنا حياتنا، إن كان بحرايق ولا انفجارات. عم حضر لهم لكريسمس تري تكريما لألون، حتكون معمولة من تيابهم وغراضهم يلي انحرقت خلال عملهم. وبدي أطلب منكم إنكم تشاركوا معنا بمساجات، اكتبوا مساج كان حب، تقدير، شكر أو موقف صار معكم مع الدفاع المدني. صوروها وبعتوا ليها، عملوا لي تاج على الإنستغرام حياة أندرسكور ناظر أندرسكور في قبل 16 ديسمبر. حأرجع أطبعهم وحيتعلقوا مساجاتكم على بدلاتهم وغراضهم، وبعد ما يخلص الكريسماس حينفكوا وحيرجعوا يكونوا ضمن الميموريال يلي حنكون عم نحضر له كمان سوا لدى حيانا وللانفجار ولكل الناس يلي تأذت بانفجار بيروت ب4 آب. فبليز ما تنسوا تبعتولي المساجات، وثانك يو كتير.